موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألفاظ لساني كل شكر قدر اجمع كل المعاني من عراب أو عجم، لا توافي شكركن لا تجاوز العدم، سوف نبقى هنا متعة كبيرة. ونحن نقطع المدن التونسية مدينة تلو المدينة لنقف على آثار المسلمين هناك ونتعرف على الشعب التونسي من على قرب، فنحن لا نكاد نرى في طريقنا إلا المساحات الخضراء الواسعة، ونمر على البحر تارة وعلى الجبال تارة وعلى الجمع بينهما تارة أخرى. استرجعت بي الذاكرة وأنا أقطع هذه الطرق وأتجاوز المدن التونسية بما حوته من حسن وتنظيم ملفت للنظر الدور العظيم الذي قام به المسلمون الأوائل في فتح هذا الجزء المهم من الأرض وضمه إلى حصن الإسلام. كيف بدأت حركة الفتح الإسلامي لبلاد تونس؟ من الذي شارك في تلك المعارك الحاسمة؟ كيف استقبل أهل تونس الأصليون هذه الفتوح؟ هل حافظ المسلمون على استقرار تونس؟ ما الذي أضافه المسلمون لتونس وعجزت الحضارات السابقة المتعاقبة عن إضافته؟ هل توجد على أرض تونس آثار تذكرنا بتلك الفتوحات المباركة؟ تساؤلات مهمة عقدت العزم على معرفتها وتعريف غيري بها في هذه الرحلة التونسية، وأنا أتنقل بين ميادين كل مدينة وأعيش نبض هذه المدن التي جمعت بين العراقة والحداثة. أقف الآن في جامع أبي زمعة البلوي رضي الله عنه، الجامع الموجود في مدينة القيروان، لأبين همة الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الفتوحات الإسلامية. الصحابة رضوان الله عليهم منذ عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا حريصين على أن ينتقل الإسلام خارج الجزيرة العربية إلى مشارق الأرض ومغاربها، امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة مؤمن ولا كافر، يهودي ولا نصراني، إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزاً يعز الله به الإسلام وأهله، وذلاً يذل الله به الكفر وأهله. أعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الفتوحات لينطلق المسلمون بعد ذلك خارج الجزيرة العربية، لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي. بدأ الفتح العربي الإسلامي لتونس منذ سنة 27 من الهجرة في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي أرسل الصحابي عبد الله بن سعد بن أبي سرح رضي الله عنه لمواصلة فتح بلاد إفريقيا على رأس جيش كبير دخولاً من طرابلس الغرب. وقد سميت هذه الحملة بغزوة العبادلة لوجود 7 من الصحابة كانوا يسمون بعبد الله. وبعد الفتح تم تأسيس المدينة العربية الإسلامية الأولى بأفريقيا، وهي مدينة القيروان، والتي بناها القائد عقبة بن نافع رحمه الله، وبنى فيها جامع القيروان الكبير. ثم بدأت الهجرات العربية في الوفود إلى إفريقيا لتحدث تغييراً في التركيبة العرقية، وليصبح العرب بعد ذلك جزءاً مهماً من السكان الذين كانوا قبل ذلك في غالبيتهم إما من البربر أو الفينيقيين. استقر الإسلام في المنطقة بعد 3 فتوحات متتالية عرفت مقاومة كبيرة من الأمازيغ، بينما لم تعرب شعوب المنطقة إلا بعد ذلك بقرون. ثم وقعت الحملة الثانية سنة 41 من الهجرة، وانتهت بالسيطرة على مدينة بنزرت، تلك المدينة الساحلية الجميلة. أما الحملة الثالثة والحاسمة فكانت بقيادة عقبة بن نافع رحمه الله في سنة 50 من الهجرة، وتم فيها تأسيس مدينة القيروان، والتي أصبحت فيما بعد القاعدة المهمة
للحملات اللاحقة في إفريقيا وبلاد الأندلس. اضطر المسلمون إلى حملة رابعة ونهائية بقيادة حسان بن النعمان سنة 74 من الهجرة، وتأكدت بذلك سيطرتهم على إفريقيا رغم المقاومة الشرسة من الأمازيغ بقيادة الكاهنة. ثم تمت السيطرة على مدينة قرطاج، والتي لم تسترجع هيبتها، وتم استبدالها، وحل المسلمون بعد ذلك بميناء تونس القريب، والذي كان مركزا لانطلاق الغزوات عبر البحر باتجاه صقلية وجنوب إيطاليا. هذا المكان هو المكان يعد مسجدا يسمى بمسجد أبي زمعة البلوي، نسبة للصحابي الذي يقال بأنه مات في هذا المكان، وهو أحد الصحابة الذين شاركوا في فتوحات الشمال الأفريقي، قتل على مقربة من القيروان جلولة، ثم قيل نقل إلى هذا المكان ودفن، أصيب هناك وقتل هنا. خلاف طويل يذكر في مكانه رضي الله عنه ومكان دفنه، هل هذا المكان هو مكان موته أو لا، لكن هذه الحركة من معاوية رضي الله عنه، حركة الفتوح الإسلامي، أثبتت للمسلمين قدرتهم على الوصول إلى أماكن واسعة في عهده رضي الله عنه. ولم يكتفي المسلمون بالسيطرة على السواحل، بل اتجهوا برا لنشر الإسلام في صفوف تلك القبائل التي تقع في جنوب تونس. واحتوت مدينة القيروان بعد ذلك على العديد من مراكز تعليم الإسلام، ومثلت إفريقيا مركز الفتح الإسلامي، وساهم جامع الزيتونة في تونس في ترسيخ ونشر الثقافة العربية والإسلامية في المنطقة، لا سيما على مذهب الإمام مالك رحمه الله. فغدت بلاد تونس بعد الفتح الإسلامي منطلق الفتوحات العربية والإسلامية في بلاد إفريقيا وغيرها. والسؤال الذي نريد أن نطرحه الآن، أثمة آثار تشير إلى هذه الفتوحات الإسلامية؟ ثم ما مدى أثر الفتوحات الإسلامية على السكان الأصليين الذين كانوا يسكنون هذه الأماكن؟ هل استطاع العرب بإسلامهم أن يمتزجوا مع أهل هذه المنطقة؟ هل حصل هناك تمازج أم حصل هناك تباغض؟ سؤال مهم لا بد من الوقوف عنده. أهل الشمال الأفريقي هم من البربر، ولما جاء المسلمون، المسلمون كانوا عربا، فمن الطبيعي إذا لم يقرروا الإسلام كمبدأ صحيح يمكن أن ينشئ هذا عن عصبية جاهلية بين العرب وبين البربر. منذ فتح الإسلام في عهد عثمان رضي الله عنه، ثم تتمة الفتوحات في عهد معاوية، ثم في عهد بني أمية، كانوا حريصين على أن يعززوا مفهوم الأخوة الإسلامية. ولذلك في إحدى المواجهات التي كانت في سبيطلة قريب من هنا، بين جيش المسلمين بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح وبين قائد البربر جرجير، استطاع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن يكون سيد الموقف وبطل المعركة، استطاع أن يدخل بعد قتال دام 3 أيام يقاتل من الصبح إلى المغرب من هذه الفلول، ومعه جماعة ممن يعينه في ذلك، استطاع أن يقتل جرجير قائد المعركة. وكان جرجير قد قال: من جاءني برأس قائد المسلمين، يعني عبد الله بن سعد بن أبي سرح، زوجته ابنتي وأعطيته 10,000 درهم. فلما سمع هذه المقالة عبد الله بن الزبير قال: من جاءني برأس جرجير زوجته بنت جرجير وأعطيته 10,000 درهم. فكان عبد الله بن الزبير هو الذي قتل جرجير، وهو الذي أخذ ابنته، وهو الذي أخذ 10,000 درهم. ثم بدأ الشمال الأفريقي يدين للمسلمين. الإشكالية التي حصلت عند بعض القواد بعد ذلك في عصر بني أمية أنهم فرقوا بين العرب وبين البربر، مما أكسب عداوة للبربر. تأتوننا من بلادكم وتحتلون أرضنا ثم تفرقون بيننا. هذه الإشكالية لم تزل إلا في عهد عقبة بن نافع، ثم في عهد موسى بن نصير، لما رأى البربر أن هؤلاء العرب لا، ما جاءوا ليقرروا مفهوم السيادة واستعباد الناس واستذلالهم، وإنما جاءوا ليقرروا مفهوم الإسلام، دان البربر للمسلمين.
ثم حصل بعد ذلك في عصر الوليد بن عبد الملك أن قاد هؤلاء البربر معارك المسلمين في الفتوحات الإسلامية بعد ذلك في بلاد الأندلس وفي غيرها. لكن المشكلة أن هذه العصبية استمرت مع المسلمين بعد ذلك في بلاد الأندلس في خبر يطول ذكره، وكيف أنها انتشرت بين العرب من جهة قيسيين ويمانيين، وبين العرب والبربر، حتى مزقت شمل الصف الإسلامي في بلاد الأندلس. أهل تونس اليوم والقيروان التي نحن بصددها وأهل الشمال الأفريقي لا يرون لهذا الأمر أي مكان بينهم، حتى مع وجود الاحتلال الفرنسي الذي حاول أن يحيي التراث الأمازيغي وأن يفرق صف المسلمين، تفطن لهم أهل المغرب العربي سواء المغرب الأدنى أو المغرب الأقصى وأهل تونس تحديدا، واجتمعوا جميعا على كلمة سواء، كلهم يجتمعون في رابطة واحدة هي رابطة الإسلام. الفتح الإسلامي للشمال الأفريقي وتونس تحديدا خبر أكثر من أن يحصر في مثل هذا المقام، لكنه مقدمة لما سنسمعه عن أخبار الشمال الأفريقي وأخبار تونس في هذه الوقفات في الرحلة التونسية. ما أحوج الشعب التونسي الأبي أن يكون ذا معرفة بتاريخ بلاده المشرق، ما أحوج الشعب التونسي أن يطلع على الجهود الإسلامية الأولى في بلاده، ما أحوج الشعب التونسي أن يعتز بهذا الانتماء الخالد لدينه ووطنه، ما أحوج الشعب التونسي أن ينأى عن كل خلاف يقطع أواصر المحبة بين أفراد مجتمعه، ما أحوج الشعب التونسي أن ينفض غبار كل ظلم وبغي ويقبل على حياة كريمة ملؤها الحب والوئام والتراحم. يا أهل تونس، يا صناع المجد، يا محرك الهمم، يا نبض أمتنا، يا منطلق عزتنا، تونس خضراء فدعوها خضراء. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألفاظ لسان كل شكر قدر اجمع كل المعاني من عراب أو عجم، لا توافي شكركن لا تجاوز العدم، سوف نبقى هنا.